عندما نتكلم عن مسألة الرؤى والتوجهات الاستراتيجية لحكومة الإمارات، يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: أولوياتنا رفع معدلات رضا المتعاملين وترشيق الهياكل وتبسيط الإجراءات وتسهيل حصول الجميع على أفضل الخدمات. اليوم لو نحن ننظر إلى توجه منظومة الخدمات الحكومية في دولة الإمارات ما بين 2003 إلى الحاضر، سنجد ثلاث مراحل رئيسية. المرحلة الأولى اللي هي تمتد من 2003 حتى 2013، وهذه المرحلة تشمل تعزيز استخدام الخدمات الإلكترونية في الدولة. أما المرحلة الثانية فهي تمتد من 2013 إلى 2018، ويمكن أهم عنوان لهذه المرحلة هو تحقيق التميز في تقديم الخدمات من خلال برامج القياس والمتابعة. والمرحلة الثالثة اللي تمتد من 2018 إلى الوقت الحاضر، واللي هي فيها التحول نحو الخدمات الاستباقية وتقديم باقات خدمة متمحورة حول الإنسان ودعم الخدمات الرقمية وتعزيز الترابط والتكامل بين الجهات باستخدام بنية تحتية مستقبلية. يمكن هذه المرحلة من أهم سماتها اليوم أنها تحاول الربط أو تقوم عفوا بالربط الخدمات بين جميع الجهات. الأول لو تذكرون في بداية تقديم الخدمات، إذا أنا عندي معاملة تشمل خلنا نقول ثلاث جهات حكومية، شو اللي كان يصير؟ اللي كان يصير أني أنا أطلع وأتجه إلى الجهة الحكومية رقم واحد، ثم الجهة الحكومية رقم اثنين، ثم الجهة الحكومية رقم ثلاثة، فأنا هني أزور ثلاثة أماكن. ممكن الأماكن هاي تكون قريبة من بعض وممكن تكون بعيدة من بعض. بعدين أصبحنا عن طريق المنصة الرقمية أو عن طريق التطبيق ممكن نحن ندخل إلى ثلاث تطبيقات. اليوم نحن نعمل على أن تكون جميع الخدمات مرتبطة بنفس التطبيق أو منصة الموحدة، بمعنى أن أنا كمتعامل اليوم ما يحتاج مني أني أنا أستخدم كذا منصة أو كذا تطبيق حتى أجمع الخدمة اللي أنا أريد أني أنا أتحصل عليها في النهاية. لا، أنا هني أستطيع أني أخذ الخدمة بشكل كامل بكل مجموعاتها، بكل الجهات الحكومية اللي تقوم بتقديم هذه الخدمة اللي أنا أحتاجها عن طريق مصدر واحد اللي هو المنصة الرقمية الموحدة. اليوم لو نحن نتساءل شو هو الممكن الرئيسي للخدمات الرقمية الحكومية اللي نحن من خلالها نستطيع أن نحن نسهل حياة الناس ونساعدهم على استكمال معاملتهم وتيسير أمور حياتهم من خلال الأجهزة الذكية؟ شو تتوقعون هو الممكن الرئيسي اللي ممكن نحن نستعين فيه بطبيعة الحال؟ نعم، هو البنية التحتية الرقمية. بالإضافة إلى ذلك كانت رؤية الإمارات 2021 في مجال تقديم الخدمات كانت تتكلم أن الإمارات لابد أن تكون من أفضل الحكومات، حكومات دول العالم في 2021. اليوم كيف حققت الإمارات هذه الرؤية اللي هي رؤية 2021 أن نحن نكون من أفضل حكومات دول العالم في مسألة تقديم الخدمات؟ لو نظرنا إلى مؤشرات التنافسية للخدمات الحكومية على مستوى العالم، فنحن في دولة الإمارات حققنا العديد من المراكز المتقدمة فيما يتعلق بطبيعة الحال بتقديم الخدمات، لا سيما الخدمات الرقمية. تشير الآي إم دي إلى أن الإمارات حصلت في الفترة الماضية على المركز الرابع عشر في الخدمات الإلكترونية، والمركز 22 في البنية التحتية الرقمية. كذلك تحصلنا على المركز الثالث في الكفاءات أو الكفاءة الحكومية، والمركز الرابع في الثقة والشراكة مع المجتمع، بينما حصلنا في دولة الإمارات على المركز الأول في الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. اليوم تنص رؤية
استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية